هاي أنا. ليش تأخرتي؟ تفرجت على الأخبار بالقهوة اللي مقابلنا، رجعوا لعثمان على تركيا وسلموه للشرطة هنيك. يعني راحت علي؟ ايه، خذ الجريدة. الله لا يوفقهم. الأتراك اللي بالسفينة عرفونا، والقبطان خبر الشرطة مباشرة. هن بيعرفوا إنه نحن هون، لازم نهرب فورا. هلا أنت صرتي متورطة؟ أكيد رح يعتبروني متورطة معكم. شو رح نساوي؟ خد كل، ما في داعي للتوتر، رح نستنى ليجي كوستا لهون. راح عليك هالدق كمان. لك أنا حظي وبعرفه. القصة ما بدها حظ، بدها عضلات. شو هالحظ؟ هي عاشر مرة بتدبل. أنا اللعيب يا غشيم. إذا هالمرة دبلت بدي أحلف ما عود ألعب معك. ما تنزع اللعب. وها يعطيك العافية. أهلين. اختمروا الشايات؟ اختمروا، رح صب لك. صحة وهنا. شكرا. ليك بدي اسألك سؤال. تفضل اسأل. انا مرتي، قصدي طليقتي، يمكن تلد بهاليومين. الف مبروك. شكرا، بس ما بعرف كيف بوصلها. انا شو بيعرفني؟ يعني اذا حدا عنده تليفون هون يعطيني وانا بحكي وبدفع له مصاري كتير. ما رح تلاقي تليفون هون. انت بدك تورطنا بمشكلة يعني؟ لا ابدا، لا مو هيك. لكن شو معنى تليفونات هون؟ قلت لي محتاج تليفون؟ ايه. الظاهر رح تحكي مع حدا مهم. كتير مهم. واضح، وإلا ما كنت اضطريت تزل حالك لإلنا. عأساس مانك موجود؟ شو صار؟ عم أقول إذا حدا في معه تليفون. شو أنت مجنون؟ تليفون شو؟ فكره أوتيل؟ بعدين حتى لو في تليفون ما حدا بيعطيك. ولا نسيت شو حكيت؟ أنت واحد حشرة. أخيرا وصلنا. جيتوا بوقتكن والله. لو سمحتي. أها. مطول ليجي طلبي؟ ثواني وبيكون عندك. اطمني. هلا هدول ليش هون؟ فاطمة بدي صحن كفتة مع صوص ورز لطاولة الصبايا. ماشي، أنا رح أحضر السلطة وأنا رح أبلش بالكفتة فورا. ست مريم، شوفي رسالة تانية. هذا شو بده منك هالزلمة بعد اللي صار؟ شو بيعرفني؟ لا بدي اسمع منه ولا بدي اشوفه. باينته ما رح يحل عنك ولا رح يتركك بحالك ابدا هالزلمة. هاتي لشوف شو بده هالمرة، ما كان يحل عنا بقى. فاطمة حبيبتي، ما عم صدق اللي سمعته. الله ياخدك ان شاء الله.
اللي كتبت لي يا مرت أخوك ما بيهمني بشي أبدا، بدي اسمع الحقيقة منك أنت فاطمة. شو كاتب؟ آه يا ربي، آه من هالمرة. الست ميسر بعتت له رسالة لمصطفى. شو؟